لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا وقائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن الله محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله ربه رحمة للعالمين فكان رحمة مهداه وكان نعمة مسداه، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنهم وعنا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، سنتناول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلن نوفيه حقه، لكن أفضل من تحدث عنه وأفضل من وصفه هو ربه سبحانه وتعالى. وكان من أعظم وصف جاء في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى وصف نبيه أعظم وصف، يقال هذه الآية هي أفضل آية نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا هذه الآية: وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا هذه أعظم آية وأعظم وصف وصف به الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه لم تقل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، صاحب الخلق العظيم. كل الناس يقال له صاحب خلق حسن أو على خلق حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه: وخالق الناس بخلق حسن، ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقال فلان صاحب خلق حسن، لكن كيف وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق وعظيم، فوصفه بأنه في حالة من الأخلاق عظيمة، ثم وصفه بأنه مستو عليها، لعلى خلق، يعني انتهت الأخلاق إلى قمتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقها متربعا. انتهت الأخلاق إلى قممها، ومع ذلك تربع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قمم الأخلاق.
ليس متصفا بها وإنما علا عليها، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا من أعظم الأوصاف وأبلغ الأوصاف لنبينا صلى الله عليه وسلم. وسنعلم كيف ذلك، كيف ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون صاحب الأخلاق العظيمة، وكيف ارتقى إلى أن يكون فوق قمم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسمى عقبة بن عامر، قال: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. الرجل يعني أصاب بدهشة، صل من قطعك، الذي يقطعك ويبتعد عنك تصله وتقترب منه، صل من قطعك وأعطي من حرمك. تعطي من حرمك، الذي يحرمك ويمنعك خيره لا تمنعه خيرك، واعف عمن ظلمك، وإذا ظلمك أحد لا تنتقم، وإنما تعفو وتصفح، واعف عمن ظلمك. لماذا كانت هذه قمم الأخلاق؟ لأن الذي يصل من قطعه فإنه سيكون بحالة أعظم من ذلك مع من وصله. إذا كنت تصل من قطعك فكيف ستصنع مع من وصلك؟ وإذا كنت تعطي من حرمك فكيف ستصنع مع من أعطاك ولم يحرمك؟ وإذا كنت ستعفو عمن ظلمك فكيف ستفعل مع من أحسن إليك؟ يعني هذه قمم وهذه أخلاق عظيمة، وستظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مشاهد عظيمة من ذلك. أولها، وهي من أعظم ما اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، تعلمون عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس النفاق، رأس المنافقين في المدينة، يكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤلب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. هو صاحب الشائعات حول السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي برأها الله تعالى في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هو الذي تزعم الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يفعله، ولما مرض مرض الموت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولما مات جاءه ابنه، كان له ابن يسمى عبد الله أيضا لكنه كان صادقا في إيمانه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وأريد قميصك لأكفنه فيه. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه له ليكفن فيه هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته، هذا الذي اتهمه في عرضه. خلع قميصه وأعطاه له ليكفن فيه. قال: يا رسول الله،
أريدك أن تصلي عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رأس الرجل ليدعو له، وهو رأس المنافقين. وهنا يقف عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويمسك بثيابه: يا رسول الله، أتصلي عليه وهو من هو من المنافقين؟ يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إن الله خيرني فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تخيير. ثم قال الله تعالى، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ثم قال: يا عمر، لأزيدن على 70، سأستغفر له أكثر من 70 مرة. وعمر يقف أمامه: يا رسول الله، هذا رأس النفاق، لا تصلي عليه. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أستغفر له وأزيد عن 70. الله تعالى قال: إن تستغفر له 70 مرة لن يغفر الله له. قال: سأزيد على 70 لعل الله يغفر له. ثم بعد ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى بعدها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن أي قلب هذا؟ أي إنسان هذا؟ أي أخلاق هذه التي تعطي ما تملك لمن آذاها طوال حياته، التي تقف أمام جثته تستغفر له أكثر من 70 مرة مع أنه آذى النبي أكثر من 70 مرة، آذى النبي أكثر من 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له أكثر من 70 مرة. إنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأخلاق: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعف عمن ظلمك. جاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع أسيرا، ثمامة بن أثال من ملوك اليمن، من ملوك اليمامة، كان في يوم يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتله هو ومن معه من قومه، لكن الله تعالى نجى نبيه منه. وهو خارج وقع أسيرا في يد الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه في سارية عمود من أعمدة المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثمامة؟ ما تظن أن أفعل بك؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني هناك من يأخذ حقي ومن يطالب بدمي، وإن تطلب مالا تعطى، اطلب ما تريد من مال أفدي نفسي به، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن عفوت أعرف لك هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا ما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من طعام، فجمعوه له حتى أكل. في اليوم الثاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثمامة؟ قال مثل ما قال المرة الأولى. في اليوم الثالث قال: ما بك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب مالا تعطى، وإن تنعم تنعم على شاكر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. يا رسول الله، أراد قتلك، تربص بك لاغتيالك. قال: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال جالسا مع أصحابه في المسجد،
خرج ثمامة وقتا ثم عاد مرة أخرى، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، والله ما كان أحد على وجه الأرض أبغض إلي منك، وقد صرت الآن أحب الناس إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، وقد صار أحب الأديان إلي. والله ما كانت بلد أبغض إلي من بلدك، وقد صارت أحب البلاد إلي. وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم، وكان إسلامه كان بسبب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بعفوه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تربع النبي صلى الله عليه وسلم على قمم الأخلاق، أعطى من حرمه، وصل من قطعه، عفى عمن ظلمه، فتربع على عظيم الأخلاق. وفيه صدق قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن أعظم وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو وصف الخلق. وهذا معناه أن هذا الدين أفضل ما فيه خلقه، أفضل ما فيه خلقه. ولذلك وكله فضل، الدين كله فضل، لكن أعظم ما فيه هي الأخلاق. لذلك لما أراد الله تعالى أن يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف، وصفه بالأخلاق، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الرسالة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها من أجل إرساء مبدأ الأخلاق، من أجل تقويم أخلاق الناس، من أجل تقويم سلوكهم في تعاملاتهم فيما بينهم. فمن كان مسلماً حقاً فعليه أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وليتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل في هذا اليوم العظيم: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.